شو بتقول الأفلاك لمواليد السرطان بشهر أيار مي على الصعيد العاطفي من عام 2023؟ طبعا يا عزيزي بتمر بفترة استثنائية ابتداء من تاريخ 8 ولحتى تاريخ 20 تحديدا، رغم أنه الأيام الأخيرة لا تخلو كمان من مغامرات حلوة، بس بدي أقول لك الفترة الأكثر وعداً بها الشهر واللي لازم تركز عليها عاطفياً بتوقع بين 8 و20، بس لحخبرك عن خسوف بيصير بتاريخ 5، وهالخسوف بيصير طبعاً ببرج العقرب. منيح لإلك، بس بما أنه عم بيواجه برج الثور فقد يشير إلى رحيل أو غياب لشخص بتسمع عنه وبتعرفه ويمكن له تأثير على حياتك، من غير الضروري أنه يكون الغياب مأساوي، يمكن يترتب على أثر انتقال من مكان إلى مكان بيضطر له هذا المقرب، يعني كأنه في بهالوقت هيك وداع، كأنه في لقاء من أجل الوعود أنه رح نرجع نشوفك من جديد إن شاء الله ونلتقي من جديد. هلأ لما يلتقي ببرجك مارس وفينوس هيدا الشيء كتير حلو، وبيدل على تحقيق المرتجى بين 8 مثل ما قلنا و20، في تغيير إيجابي جدا بيحمله لإلك القدر، أو بيعود حبيب كان غائب، أو بتسترجع التفاهم والتراضي والتقارب مع شخص بتحبه. بينضم كوكب ميركور لفينوس ومارس حتى يضاعف الإيجابيات ويرمم العلاقات يلي كانت مهددة بأواخر الشهر، وإعادة تأسيس روابط جديدة فيها دفء أكثر من السابق. بالجو هالشهر في عروض واقتراحات وتجاوب، مكان مستحيل يمكن يصير هلأ محتمل جدا. لح تحيي أمل بتقارب من شخص بتكن له حب كبير، أو عواطف بتعبر عنها حاليا، يمكن يفاجئك أو يبوح بشي ما توقعته أبدا، أو يمكن يكون في مبادلة عزبة تنعش القلب.